افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يرافقه محافظ الدقهلية أيمن مختار مسجد جامعة الدلتا بمدينة جمصة بالدقهلية. يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 18 مسجدا في 7 محافظات. وقال وزير الأوقاف إن الدولة تقوم ببناء المساجد ويتم افتتاحها شهريا، مشيرا إلى أن عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بلغ 427 مسجدا. الحقيقة اليوم نتم بفضل الله عز وجل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر نتم افتتاح 427 مسجدا في شهرين على مستوى الجمهورية. النهاردة كده بهذا المسجد ما تم افتتاحه حتى الآن في شهري سبتمبر وأكتوبر بلغ 427 مسجدا. 427 مسجد عدد غير مسبوق لا في تاريخ الدولة المصرية، ولا أظن ولا أعلم أن دولة في العالم تفتتح هذه المساجد. بعض الدول بعضها لا يملك هذا العدد، هذا العدد أكبر من عدد المساجد الموجودة في بعض الدول. ده بيأكد اهتمامنا بالجانب الروحي وبالجانب الديني وبحرص حرصنا على صحيح الدين. يمكن المرة دي البيت زي ما قال معالي الوزير في إحدى قلاع التعليم في المحافظة اللي هي جامعة الدلتا. طبعا احنا بنشكر الجامعة على هذا الجامع الجميل، وزي ما قال معالي الوزير انه بيقدر يضم المصلى للسيدات ومصلى للشباب بحيث يكون منبر ديني داخل المنبر التعليمي او منبر الجامعه. طب نشكرهم عليه وبنرحب بالساده الضيوف مره ثانيه وكل صحه طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف.